هلا يا رو. هاي هاني. امال يا جماعه فين؟ فوق بيلبسوا عشان حفله اضواء المدينه. اه طب والله ادي حسين خبر اننا عاوزين. اوكي كيد كمان. هو مين حسين ده؟ هتعرف حالك. اتفضل استريح. ما تقول لي انت جايبني هنا ليه؟ حسين هيفهمك كل حاجه. ادخل. حسين ناس بيسالوا على حضرتك. قول لهم مش رايح الحفله. ده مش عشان الحفله، ده الدلعاب الثلوثي ومعاه واحد صاحبه. الثلوثي عايز مني ايه؟ طب قول لهم جاي حالا. لوسي انا مجنون، فهمنا احسن لك. بس روق دمك، دلوقتي حسين هيقول لك كل حاجه. هو فين حسين ده؟ انا عايز اشوفه. هيجي دلوقتي. بس انا مش فاهم ايه الحكايه. اوعى تقرب ناحيه الصوره دي. ليه؟ لو شفت الكلام اللي مكتوب عليها هتقتل قتيل. ارجوك بلاش تقرا اللي في ظهرها. الخاينه. هو مين حسين ده؟ قول لي مين. بقالهم ساعتين يلبسوا ولسه ما خلصوش. دي حاجه تفلق. هو ده حسين؟ لا ده عمه. اهلا وسهلا. الاستاذ عادل هيكل الجول كيبر المعروف، صديق حسين من زمان، بقاله سنين ما شافوش وجي بورسعيد عشان يقابله. قابلته بالصدفه في الاوتيل وجيت معاه عشان اوريله البيت. تشرفنا. حسين بيلبس هدومه وزمانه نازل علشان يروح معانا الحفله. حفله اضواء المدينه اللي هتقدمها هند رستم. كده؟ حضرتك تعرف حسين من زمان؟ مال دوت فتك. بالأمارة مش ليه علاقة بهند رستم. أيوه ده صاحبي وأنا عارفه. ده مية من تحت ابن وحشني، عايز أشوفه، عايز أخد خض. يا ده باين وحشك أوي. أهو تعالى يا حسين، واحد صاحبك نفسه يشوفك. أهلا وسهلا، تشرفنا. اتفضل. بقى حضرتك الأستاذ حسين؟ ايوه بس انت مين؟ مش مهم. مش بتقول انك صاحبي؟ بقول لك مش مهم. انا بقالي مده صغيره في البلد دي، لكن سمعت عنك حاجات كتير قوي. الناس بتبالغ يا استاذ عادل. بقى انت ليك علاقه بهند؟ بقى شوف يا استاذ، انت عارف انه الرجاله اللي زينا زي ما تقول عاده دائما بيكون لهم مغامرات. عظيم عظيم. المغامرات اللي بينك وبينها دي بقالها كتير؟ لا لا دي انتهت خلاص. انا شفت الصوره وقريت عليها الاهداء وعرفت ان العلاقه لسه مستمره. الصوره اللي ماضيه عليها بشفايفها. اصل يا تيدي الحكايه وما فيها انه حسين ساب هند رستم من زمان، لكن هي اللي وقعت بديبه، تفضل تبعت له في جوابات وفي صور وتكلمه بالتليفون بالساعه والساعتين. حتى اسال لوسي، هو شاف بعينه، مش كده يا لوسي؟ ايوه شفت وسمعت. كده كده بتحبني غصب عني. كده كده بتموت فيه. كده كده فتك قوي. كده كده يا اخي فلقتني بكده كده بتاعتك دي. انت بتنرفزني. الله ايه ده؟ اسمع يا فندم، انت الهزار البايخ ده ما حبوش. الشيطان شاطر بعدين السلاح يطول في ايدك. انا نسيت اقدم لكم الاستاذ. الاستاذ عادل هيكل يبقى خطيب هند رستم. اسمع تسمح نتفاهم. اتفضل معايا نتفاهم في المكتب. والله انا ما عرفهاش، ما شفتهاش حتى. لا يا شيخ، بعد ما شفت الصوره وسمعت كلامكم فكأني هصدقك. صح النوم. والله انا ولا كلمه. دلوقتي انا هعرف كل حاجه. لوسي روح جري على اللوكان بعتها لي هنا. اوكي مان. لازم اعرف الحقيقه. هند هتيجي هنا؟ ايوه لازم اواجهكم ببعض واعرف المستخبي. ما حدش حرك. اقعدوا. مغامرات ها؟ يلا احمد. احمد يلا نمرتك. شايفه شكلها ايه؟ اما جميله بشكل معاها حق يموت فيها. تعرفوا لو صبيحه كانت النهارده كانت فرقعت من الغيظ. اما الان هقدم لكم نمره، انما نمره بحقيقي. الاستاذ الكبير احمد فرحات. دلوقتي بقى هقول لكم نكته. في واحد ما سمع واحد سيف، قال له يا قول لي يا ابني ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبه؟ قال له القضاء والقدر لو حماتي ماشي على الكوبري وراحت واقعه غرقانه. قال له طب وما هو النصيبه؟ قال له النصيبه بقى لو طلعت.
تسمحي لي دقيقة يا مدام؟ أيوه. أنا جاي من طرف الأستاذ عادل خطيب حضرتك. ماله؟ بس هو عايزك في حكاية كده. حكاية إيه؟ والله دي حاجة ما أقدرش أتكلم فيها، أصلها مسألة شخصية. وأنا والله ما أقدرش أسيب هنا إلا إذا عرفت إيه الحقيقة. أصلي مكسوف أوي، لكن مادام أنت عايزة تعرفي يبقى أقول لك وأمري لله. بقى الأستاذ عادل عرف حكاية حضرتك مع حسين. حسين؟ أيوه حسين. أصل عادل عرف العلاقة اللي بينك وبين حسين، وسايبه عنده دلوقتي في البيت بيتخانق وهو زعلان جدا. وبعدين بقى هو هيقعد كل ساعة يخترع لي في حكاية؟ يروح كمان يتهجم على الناس في بيوتها؟ طب يا عادل، إن ما بطلتك الغيرة المهببة دي مبقاش أنا. يلا بينا. يا سلام يا حمادة، أنت كنت عظيم. متشكرين يا مدام. يا أختي يا أختي، اسمع يا أحمد، أنا عايزاك في خدمة، ممكن؟ عينيا الاتنين. تعالى معانا. إذا كنت تسمع حضرتك. اسكت. مش ممكن يعني. لا أنا بس عاوز أشرح لك. مفيش شرح. مساء الخير يا كتكوتة. مساء الفل. أمال فين خالي وحسين؟ جوه في المكتب. لحد دلوقتي؟ أوعي كده. أوكي. إيه ده؟ أنتوا قاعدين كده ليه؟ الحفلة ابتدت من الصبح. أيوة يا عم، الله يحنن عليك. هتشوف هند حبيبة القلب الليلة دي. حاجة تجنن، حاجة تلحس. أنا مستعد أبيع نص عمري، أهلا وسهلا، عشان أشوفها وأكلمها وهز. ليه مين؟ في حضرة الأستاذ عادل هيكل خطيب هند رستم اللي عاوز تبيع نص عمرك علشانها. اتفضل بيع عمرك كله بقى. اسمع، اوعى تصدق كلامي، انا كذاب كبير قوي. هو معقول الواحد يبيع نص عمره؟ هو العمر بعزقه؟ اقعد يما. فله. نعم. روحي قولي لبابا حسين يستعجلوا شويه لحسن اتاخرنا قوي. عناية يا حبيبتي.